مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم Units 1 Lesson 6. اليونت الأول الدرس السادس. عنوان الدرس A Tour of the Self Access Center. رحلة أو جولة في مركز التعلم الذاتي. بالفقرة الأولى طبعا هذا الدرس بشكل أساسي بمجموعة من الأنشطة الصفية وبعض الأساتذة ينطي بعض أنشطة كواجب بيتي، يعني ما بيفيد موضوع قواعد من ممكن نوضحها، كل الأنشطة مالته والجمل مالته أنشطة كمفردات مهمة تساعدني على تطوير مفرداتي. بالفقرة الأولى يقول لي listen and find the self access center، استمع للمقطع الصوتي وجد، منطيني هو خريطة طبعا، هذه خريطة يقول لك قم بإيجاد من خلال المقطع الصوتي، قم بإيجاد مركز التعلم الذاتي من بين هذه البنايات أو هذه الغرف. طبعا احنا راح نعرض المقطع الصوتي لكن على شكل مقطع نصي نوضحه على مود نعرف وين مكان السيلف اكسس سنتر، مركز التعلم الذاتي بالضبط. فراشد يتحدث يقول لك اكسكيوز مي، اسميحك عذرا، could you tell me how to get to the self access center، هل يمكنك ان تخبرني كيف اصل لمركز التعلم الذاتي؟ جاوبه قال له of course، رجل يجاوبه يقول له بالطبع، go through the door and turn left. شوفوا طلاب خلينا نتبع الكلام، go through the door، اذهب من خلال الباب هذا الباب، turn left، استدر يسارا، اذا راح يروح بهذا الاتجاه، turn left، استدر يسارا، go straight، اذهب مباشرة مستقيم، until you see the vending machine، حتى تقوم برؤية الفندنج ماشين. الفندنج ماشين اللي هن آلات البيع. إذن هو طب من الباب، لاف على اليسرى، طلع قبل، وصل للفندنج ماشينز اللي هن آلات البيع، and then turn right، ثم استدر يسارا. شوفوا طلاب هسه احنا دا نمشي هيك فهذا اليسار مالتنا، النوب وصلنا للفندنج ماشين، قال له turn right، استدر يمينه، يعني راح يمشي بهذا الممر، turn right، walk past the cafeteria، يعني يقول له اجتاز الكافتيريا، اذا هذه الغرفه الاولى هذه الكافتيريا فهنا لازم يجتازها، go past the cafeteria and then the self access center is the second door، مركز التعلم الذاتي هو الباب الثاني، هذا الباب الأول مال كافتيريا، إذن هذا مركز التعلم الذاتي، وراها is on your right، على يمينك، opposite the teacher's room، شوف على يمينك أنت مو تمشي من هنا، اذهب على يمينك هو يكون مركز التعلم الذاتي، مقابل teacher's room، مقابل غرفة الأساتذة أو غرفة المدرسين، thank you، شكرا لك. هذا مجرد نشاط صفي من خلاله يعلق المقطع الصوتي للأستاذ، يعلق مقطع صوتي للطلاب، ومن خلال المقطع الصوتي الطلاب يحددون غرفة مركز التعلم الذاتي، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما الفقرة الثانية يعطيني مجموعة من الصور ويقول لي match these sentences with the pictures، طابق هذه الجمل مع الصور. فمثلا الجملة الأولى don't try to change channels، هذا اللي طبعا الجمل عبارة عن أوامر أو تعليمات مركز التعلم الذاتي اللي دخله راشد. التعليم الأولى قالت له don't try to change channels، لا تحاول تغيير القنوات. يا صورة من ذن الصور اللي منطيني إياها اللي تعبر عن هذا الكلام، فنلاحظ أن الصورة الأولى استخدام الحاسوب، الصورة الثانية كذلك مكتوب إنجليش، الصورة الثالثة جرائد ومجلات، الصورة الرابعة بطاقة، الصورة الخامسة تلفزيون وبصفة ريموت. إذن أكثر خيار مناسب أو أكثر صورة مناسبة هي الصورة إي. الجملة الثانية شو يقول له؟ يقول له don't take magazines out of the self access center، لا تأخذ المجازينز الجرائد أو المجلات خارج مركز التعلم الذاتي. يا صورة أكيد صورة الجرائد والمجلات اللي هي صورة سي، وهكذا الجملة اللي بعدها put the headphones so you don't disturb other people، ضع الهيدفون أو السماعات الخاصة لكي لا تزعج الآخرين. يا صورة هذه صورة الهيدفون اللي هي صورة F. إذا تذكرون الدرس الأول مركز التعلم الذاتي هو مكان يروح للطالب يسمع مقاطع صوتية، محادثات، برامج، أفلام، من خلال هذه الأفلام يتعلم اللغة الإنجليزية، فهو لازم يحط الهيدفون. اللي بعدها fill out the card and bring it to the desk، املأ البطاقة واجلبها إلى الديسك، إلى مكتب الاستعلامات. يا صورة الصورة دي، وهكذا الجملة اللي بعدها just sit down and tap your password، فقط اجلس وقم بطباعة الباسورد مالتك،
هذا معطيني صورة الباسورد، إذن الصورة أي اللي بعدها الصورة الأخيرة أو الجملة الأخيرة. Click on the icon on the program you want to use. انطر على الايكون على الايقونه اللي تريد تستخدمها الصوره بي. هذا ما يخص الفقره الثانيه. هاي الجمل بعض الشيء مهمات، ذن الجمل جمل التعليمات مهمات، تعزز من مفرداتي، تعزز من معاني. احنا نعرف انه الرابع الاعدادي والخامس الاعدادي بشكل اساسي يركز على مفردات الطلاب، يحاول يطور مفرداتهم، وبالتالي اللي راح تفيدهم ان شاء الله بالسادس الاعدادي راح نشوف انه السادس الاعدادي يعتمد بشكل كبير على معظم المواضيع اللي اخذها الطالب بالرابع وبالخامس الاعدادي. اما تمرين اي ننتقل لكتاب النشاط. Complete the phrases for giving the directions. اكمل العبارات لاعطاء الاتجاهات with words from the box، باستخدام كلمات من الصندوق. طلاب لان الكلمات مهمات، لان اذا تذكروهن اخذتهم بالثالث متوسط لاعطاء الاتجاهات، اذا شخص ما سالني يقول لي انا اريد اروح مثلا للكافي، للمقهى، للهوسبيتال، للمستشفى، شلون انا ادلي على هذا المكان؟ فانطي باستخدام هذه العبارات. left معناها يسار، past عبره، يعني لما نقول go past the cafe اعبر الكافي بعد الكافي. right يمين، second معناها ثاني، straight معناها مستقيم يعني اطلع قبل، through معناها من خلال. هسه ركزوا يا عيال الطلاب، شو يقول لي؟ هو منطيني الصوره، طبعا هنا انا جاي بهذا الاتجاه، يعني انا اتجاهي بهذا الطريق، ومش منطيني بالرسم، منطيني الاتجاه اليمين، وقايل لي turn استدر turn right، استدر يمينا وراها. هذه الصوره نفس الطريقه هالمره بالعكس، انا داير وجهي من هنا والسهم من هنا، شو اقول له؟ turn استدر left يسارا، استدر يسارا. go فراغ on، اذهب فراغ. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ go straight on، go straight on معناها اطلع قبل، اذهب بشكل مستقيم، لا تروح يمنى ولا يسرى. اللي بعدها go from the school، شوف هنا أنا هذا السهم واعبر المدرسة، فيقول لك go past the school، اعبر المدرسة او اعبر من خلال المدرسة، يعني قم بتجاوز المدرسة حتى تستدير يمينا او يسارا الى اخره. مرة ثانية هذا باب وقايل له اطلع من خلال الباب، فأقول له go through the gate، اذهب من خلال الباب، يعني ادخل من خلال هذا الباب. اللي بعدها النقطة السادسة منطيني هذا السهم ومنطيني هنا أنا X، it's the فراغ house your left، إنه مش بقت عندنا طبعا كلمة second، it's the second house، إنه البيت الثاني to the left أو to your left، على يسارك، هذا البيت الثاني على يسارك. هذين الجمل أو هذين الكلمات من الممكن أن تجيك في الامتحان التحريري بسؤال المفردات، مثلا أقول لك go from the school، go past or go right the school، هذه الكلمة المناسبة لهذه العبارة هي go past the school، أعبر من خلال المدرسة أو اجتاز المدرسة. هذا مجرد مراجعة لموضوع احنا ماخذيه سابقا بالثالث متوسط اللي هو موضوع الاتجاهات، لأن كلمات حاولوا تحفظوها، أنتم حافظين سابقا اللي هي left right straight through إلى آخره، لأن خاف تجيكم بالامتحان التحريري بسؤال المفردات. أما تمرين B ask and answer questions about how to use the self access center، يقول لك تخيل انه انت بالسيلف اكسس سنتر، تخيل انه انت بمركز التعلم الذاتي، اريدك تسال اسئله وتجاوب على هذه الاسئله. هو منطيك بعض التلميحات، هاو يوز وحاسوب، كيف تستخدم الحاسوب. انت تريد تسال عن كيفيه استخدام الحاسوب، شلون تسال باللغه الانجليزيه؟ فهو منطيني مثال، تقول له could you tell me how to use the computer، هل يمكنك ان تخبرني كيف تستخدم الحاسوب؟ اسويت لسؤال مناسب، ويقول لك كذلك جاوب على هذا السؤال، يقول لك just type your password، فقط قم بكتابة الباسورد أو كلمة المرور الخاصة بك، thanks شكرا لك. طبعا شوفوا ده يستخدم شنو، could you tell me اللي أخذناها بالدرس السابق اللي هي شنية، اللي هي indirect question، سؤال غير مباشر باعتبار أن هذا الشخص ما أعرفه. يقول لك بعد البقية تقدر تسوي نفس هذه الطريقة، how borrow book، هم أنا شرح أقول له can you tell me how to borrow a book أو books، هل يمكنك أن تخبرني كيف أستعير الكتب؟ فهنا أنا fill out وform، أقول له fill out this form،
املأ هذا الطلب، أريد لازم تقدم طلب على مود تقدر تستعير الكتاب وهكذا. Where audio discs are، هم أنا أقول لك can you tell me where the audio discs are، هل يمكنك أن تخبرني أين هي أقراص الصوتيات؟ فهنا راح يقول له it's on the shelf على سبيل المثال، إنها على الرف. ومن ثم أرد عليه أقول له thank you. مرة أخرى أقول له can you tell me when it is open، هل يمكنك أن تخبرني متى يفتح، متى يفتح مركز التعلم الذاتي؟ أقول له it's on 8 o'clock في الساعة 8 وهكذا. هذا مجرد نشاط صفي يدربنا على موضوع احنا أخذناه سابقا بالدرس السابق اللي هو موضوع الـ indirect question، ده يحاول يخليك بموقف أنه أنت لا تريد تتعامل ويا الناس أشخاص ما تعرفهم، شلون تسألهم بطريقة غير مباشرة بطريقة مؤدبة، وشلون تقدر تجاوب إذا واحد سألك شلون تقدر تجاوبه بطريقة مؤدبة. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن الدرس بسيط جدا، خفيف جدا، ما بمعلومات هواي مثل الدرس السابق، وأغلب الأنشطة ما أنشطة صفية. بعض الأساتذة مثلا ينطي هذا التمرين كواجب بيتي، أو التمرين اللي قبله كواجب بيتي، التمرين المتعلق بهذه الصور. هذا مجرد أنشطة صفية، أو بعض الأساتذة يعتبروها كواجب بيتي غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. ما عدا من الكلمات اللي قلت لكم نتراجع لكم موضوع الاتجاهات، حاولوا تنتبهوا لها لأن ممكن تجيكم بالامتحان التحريري بسؤال المفردات. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.